بالصفقات وقال لك ان في صفقه تبادليه بين الاهلي وبيراميدز. الصفقه التبادليه عباره عن ايه؟ عباره عن الاهلي قعد مع ايريك تراوري لاعب بيراميدز مقابل جيرالدو، وان رجب بكار هيكون بديل لاحمد فتحي. طيب خلينا ناخد الجزء ده الاول، موضوع الصفقه التبادليه والكلام من ده لسه امر غير مطروح حتى الان. هما هنا بيتكلموا على ان تراوري ايريك تراوري مكان جيرالدو. ايريك تراوري طبعا لعيب كويس واضافه للنادي الاهلي بصراحه، لكن في نفس الوقت لسه ما تمش الاستقرار، هل يجي تراوري؟ هل جيرالدو هيمشي؟ دي امور لسه ما حدش يعرفها، كلها في الورق بتاع مستر فايلر وفي ذهن مستر فايلر. لسه كان في فتره اخرى للتقييم وللمتابعه. مش للمتابعه كتعرف امكانيات، لا انت عارف امكانيات اللعيبه ايه. خلاص فايلر عارف امكانيات لعيبه الاهلي، لكن هيشوفين هل هيتطوروا، هل هيقدروا ينفذوا الفكر الخاص بالمدير الفني ولا لا. بناء عليه هيتم اتخاذ القرارات، ده هينفع يستمر معايا، ده ممكن ما يكونش اضافه ليا الفتره الجايه، فبالتالي بقى ادخل صفقه تبادليه كلام من ده. ده ايضا هيبقى متروك لاداره التعاقدات في النادي الاهلي، هل هتنجح في الامور دي ولا لا يعني. لكن لحد دلوقتي دي كلها اجتهادات ليس الا يعني. فيما يتعلق ان رجب بكار كمان لاعب بيراميدز هيكون بدل احمد فتحي، ده هم هنا بيقروا يعني ان احمد فتحي بره النادي الاهلي. لسه بدري على الموضوع ده، او مش لسه بدري يعني، احنا في انتظار الجلسه اللي ان شاء الله باذن الله احمد فتحي باذن الله تعالى يكون مكمل مشواره مع النادي الاهلي وينهي كمان حياته الكرويه داخل النادي الاهلي يعني. فاحمد فتحي موجود، وبالمناسبه الباك رايت عندنا احمد فتحي، عندنا محمد هاني ممتازين، الاثنين جامدين جدا. احمد فتحي طبعا قدرات كبيره ما حدش يقدر يتكلم عنها، مش احنا اللي هنتكلم على امكانيات احمد فتحي. نفس الحال بالنسبه لمحمد هاني، لعيب ممتاز. في نفس الوقت انت عندك باسم علي معار في الجونه مثلا، ممكن لجنه التخطيط ومستر فايلر بعد متابعه اللاعب مثلا مع الجونه الموسم ده يقرر ان هو يرجع، فهل هتبقى انت محتاج لعيب في المكان ده ولا لا؟ كلها يعني بتترتب على رؤيه المدير الفني، احنا ما نقدرش يعني نقر بشيء، لكن في نفس الوقت بنقدر نحاول نقرا المشهد كده. المشهد دلوقتي بيقول ان انت عندك في المكان ده لحد اللحظه دي احمد فتحي ومحمد هاني، وعندك لعيب كمان بره معار. فبالتالي هيبقى في صعوبه شويه في التعاقد مع رجب بكار، لكن المتغيرات اللي بتحصل في الكوره دايما موجوده. ممكن تلاقي رجب بكار جه كلام من ده حسب الظروف خلال الفتره اللي جايه، لكن احمد فتحي باذن الله مكمل مع الاهلي. كمان لجنه التخطيط توصي بعوده احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان ماشي بشكل ممتاز بقاله يعني 6 شهور السنه اللي فاتت مع الجونه، والسنه دي كمان مكمل مع الجونه، والراجل بيهدف ولاعب مهاجم بامكانيات مميزه. ممكن تكون دي رؤيه لجنه التخطيط، لكن برضه هيتم التشاور مع مستر فايلر، والانسب والاصلح للفريق هيتم اتخاذ القرار الخاص بهذا الجانب يعني. نروح للوفد.